واحدة كلنا والله ذاك الرجل الذي يرغبه. أنا أسأل نفسي وأسألكم وأسأل أحبة المشاهدين، هل أنت تحب الله؟ كل الناس بيقول يحب الله ولا لا؟ كل يحب الله سبحان، صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه خلقني ورزقني وأطعمني وجعلني فيها الصحة وجعلني في بيئة أشياء لا تعد ولا تحصى من فضائل الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن السؤال اللي نحتاج إليه كثير، هل ربي يحبني ولا لا؟ هل ربك يحبك؟ هذا اللي نبحث عنه. لذا قال هنا في هذه الصورة، قال إن الله يحب المقسطين، العدل اللي يرون يعني المساواة، ما يفخر. جاء في هذه الآيات كما تفضل الشيخ قضية المساواة. انظر إلى آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم إيش يحبهم ويحبونه، ما قال بس يحبون، لا يحبهم. طيب وش يا ربي؟ قال أذل على المؤمنين، التواضع، أعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. البعض يظن الجهاد فقط حمل السلاح وذا، لا، أعظم الجهاد تجاهد نفسك على طاعة الله، تجاهد نفسك ببر الوالدين، تجاهد نفسك بالدعوة إلى الله، تجاهد كل شيء، هذا جهاد. الله أكبر. ما تخاف بالله لومة لائم، لكن بحكمة. وقال في آية أخرى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. فانظر إلى محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه دليل على محبته. ذكر الشيخ قصة بلال، ما توضأت في ساعة من الليل والنهار لكذا، والله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله أكبر. فلذلك أنا أكثر وأكثر من هذا الدعاء، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يقربنا إلى حبك. وإذا أحبك الله والله لو يكرهونك العالم كلهم معك. أنا أشهد ولا لا؟ إلا والله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن أتاني يمشي أتيته هربلة. الله. إذن لنبحث عن أسباب التي يحبنا الله فيها. لو قال لك ان فلان ولا المسؤول فلاني يحبك طرت واستانست، كيف محبه؟ وكيف اذا كان الله يحبك؟ الله أكبر. الله يرزقنا محبه ربنا وانه يحبنا يا اخوان. امين. جزاك الله خير يا ابو نايف على التنبيه الضروري والمهم بعد كلام شيخنا ابو حمزه، انه كيف تدور الشيء اللي يحبب الله فيك. انا احب الله ما اختلفنا، لكن وشلون ربي يحبني؟ سبحان الله، يجعلنا وياكم من المحبوبين.